ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات الاسبوع الثاني لشهر ديسمبر لعام 2020 لاصحاب برج الحوت. برج الحوت عندنا الاسبوع الثاني متقلب بعض الشيء، عندنا في ايام شوية فيها حظ حلو وفي ايام شوية فيها تقلب، مش هحددهم، بس في نفس الوقت انت عندك بداية الاسبوع هتحس بتألق، هتحس بانجاز انت عملته، هيكون عندك في خروج او في مناسبة او في شيء جديد على حياتك هيضيف ليك بشكل قوي جدا. عندك انك عايز تعمل حاجات كتير ولكن انت الكسل شوية مضايقنا، عندنا بعض الخمول او الجو مضايقنا، بس في نفس الوقت هتقدر انك تعافر وتقوم. في نفس الوقت برضو انت يعني طبيعة برج الحوت خلال الفترة الاخيرة انت عندك كسل شوية، لكن انت برضو عندك انك زعلان ان انا عايز اقوم، عايز افوق، عايز اقوى على نفسي، انا عايز مش عارفة ايه، انا ضيعت وقت كتير. فبرضو النقطة دي موجودة عندك، فهتبدأ ان انت تقوى بنفسك. عندك مشاوير كتير جدا جدا، عندك موضوع هتستقر عليه، يعني موضوع كان مقلق، انا عايز كذا مش عارف، طب اغير رأيي، طب انا شفت حاجة جديدة، لا، فعندك كان بعض الارتباك اللي كان موجود، لا عندك بقى حتة ان انت هترسى على قرار، هترسى على رأي معين، انت هتشوف حاجة من منظور معين، خلاص انا مش مغير رأيي تاني، فعندك القوة في ده. عندك موضوع انت هتعمله او شيء انت ممكن تكون بتعمله بقالك فترة، خلال الاسبوع التاني انت هتحس ان النتيجة بقت حلوة، بقت مميزة جدا جدا، هيكون عندك شكر عليها. عندك اشخاص كتير هيقولوا لك برافو عليك، انت شخص هايل، انت شخص متميز. عندك في هتحس بقيمة ذاتك جدا جدا، هتكون شخص اللي هو فخم، هنعيش الفخامة يعني خلال الاسبوع التاني، وده بيرمي لبعد كده. عندنا تعالوا نتكلم على الامور المهنيه ونتكلم على جزئيه جزئيه. الوضع المهني، الوضع المهني كان بعد حالات كتير يعني في ركود شويه، لكن الدنيا هتبدا بقى تبدا تتحسن، هنبدا نفوق، هنبدا ان احنا لا الدنيا تبدا تمشي، عندك شغل جاي، في حاجات هتبدا انها تقول لك خلاص احنا يلا نبدا نشتغل، يلا نهب، يلا نكسب، يلا. فعندك الهبه دي، عندك اللي هو يلا، يعني عندك الدنيا هتبدأ أولى خطواتها في استرداد القيمة واسترداد تحسين الوضع المهني والوضع المادي والتكيف مع الوضع اللي حواليك. عندك الدنيا هتبدأ تروق يا برج الحوت. برج الحوت الوضع المهني عندك اشخاص هل هم باصين في حياتك المادية، يعني هم مش الوضع المهني اكتر، بس انت عندك اكتشاف لاشخاص بشكل غريب، هتكتشف ان ازاي كده الناس دي، ازاي دول عايشين وضميرهم فين؟ هيكون عندك السؤال ده، انت مستغربه، هتستغرب اكتر في الفترة اللي جاية، انت هتستغربه اكتر. فانت عندك اللي هو انت مش عارف الناس دي نوعيتها ايه او جنسها ايه، فهيبدأ عندك ان انت تبقى من الحالة دي لحالة ان انت بتدوس على نفسك عشان تقوى اكتر، عشان تكون افضل واحسن. فبالتالي حتة اللي هو عارفين ربما ضرة نافعة، فاللي هو ده يعني عندك الناس دي انت طب انا اهو هوريك انا مين. فحته العند اللي هتاخدها مع نفسك دي اللي هتعليك وتحسن منك جدا في امورك المهنيه الحياتيه العاطفيه، الامور اللي عندك بشكل كامل، فده يمكن هيدي لك دفعه حلوه مع بقى الموضوع اللي انت هتستقر عليه، مع الشيء الايجابي، مع الشيء اللي هيكون فيه ضربه حظ حلوه، ده هيكون موجود، وده عندك في خلال كده في يومين هيبقى فيهم ضربه حظ حلوه. طيب خلينا نكون ايجابيين، خلينا نكون متفائلين، لازم ندخل الاسبوع ده لو انت كنت بتعاني من مشكلة، لا خلينا نكون متفائلين كده ونصحصح مع نفسنا. عندك في اجواء سعيدة هتعيشها مع المحيطين بيك، يعني في مناسبة اجتماعية، في خروج، في احتفال، في شيء واو ايه السعادة دي، فيكون عندك ده. عندك موضوع في الوقت ده او اللحظة دي، صوت ابني، المهم فعندك في اللحظة دي شوية انك اللي هو خناقة او خلاف صغير، شيء صغير كده كعتاب مثلا، عديه، ما تدقش، ما بلاش تكون بتدقق في التفاصيل يا برج الحوت، لان التدقيق قوي على خلافات او على الاختلافات الشخصية ما بينك وما بين الشريك او ما بينك وما بين حد، ده ممكن يوقعنا في مشاكل كبيرة على فكرة مش هينة. فخلينا نعمل ده وانسى مشاكل الماضي وابدأ صفحة جديدة. بالنسبة للناس اللي بتقولي ابني ممكن يكون بابا قاعد معي، اوكي، المهم يعني فعندنا يا برج الحوت لازم كمان نكون عندنا الذكاء الاجتماعي. احنا اذكياء اجتماعيين وكل حاجه، بس احنا غلابه
انا بقولها لكم بصراحة، انتوا غلابة جدا، اللي هو بنعطف على الاخرين والناس بتستعطفنا وده مشكلة، ده مشكلة، خلي بالك قوي. انت عندك بقيت تقوى على نفسك وبقيت مش كلام سهل انه يوديك، بس في ناس خبيرة في حتة الاستعطاف، فخلي بالك جدا. برج الحوت كمان عندك امورك المادية هتبدأ في مرحلة التحسن، هنبدأ نفوق، هنبدأ نفوق. يمكن عندك الفترة الأسبوع الأخير هيكون أفضل حاجة، بس احنا عشان حاليا بنتكلم في الأسبوع التاني، فالدنيا هتبدأ معانا تتحسن في بعض الظروف أو الدنيا. احنا قلنا قبل كده إن أول 3 أسابيع أساسا متقلبين ما بين الإيجابية وما بين شوية ضغوط، ولكن أنت عندك الدنيا هتبدأ تتحسن، ففي بعض الفوقان شوية. برج الحوت أمورك العاطفية، أمورك العاطفية الفترة دي أنت بتاخد من طاقة البرج اللي معاك، من طاقة البرج اللي انت بتحبه، فكون حريص جدا جدا. يعني في بعض الابراج اسمها التوقعات العاطفية، احنا حذرنا من علاقات معينة مع بعض الابراج، فعندك لازم ان انت تخلي بالك جدا جدا في العلاقات العاطفية، وان انت تكون حريص على انك تكون هادي اعصابنا الحاجات دي. في حاجة مهمة قوي عايزة اقولها لبرج الحوت، برج الحوت عندك خلافات عائلية او عندك حد ممكن يكون باصص لحياتك قوي قوي، بيتمنى او بيحاول ان هو يعمل لك مشاكل، يوقعك، ان يقومك على حاجة، خلي بالك وكون حريص جدا جدا. فلازم نخلي بالنا جدا جدا ان حد حتى كمان ممكن يوقعنا في الشريك، ونخلي بالنا ان احنا نكون هاديين مش عصبيين، نكون عندنا طولة بال، نخلي بالنا جدا جدا على الاشخاص المقومتية، لان في عندنا اشخاص مقومتية. على قد ما عندك اشخاص كويسين جدا جدا، اشخاص بيبصوا لصالحك قوي، اشخاص حابين لينا الخير، لا، في اشخاص تانيين هم بيحبوا يشوفوك واقع، بيشوفوا ان انت كده مش احسن حاجة، مش افضل حاجة، فخلي بالك جدا. الوضع الصحي نخلي بالنا جدا خلال الاسبوع التاني من تحاليل، من كشوفات، اللي هو ما بلاش حتة الاستهتار في صحتنا. ليه؟ الوضع الصحي برضو لسه شوية، يعني مش افضل حاجة. انا قلت لكم قبل كده يمكن عندنا الوقت بس لحد الاسبوع الاخير، الاسبوع الاخير هيكون افضل كتير واحسن كتير، وهتحصل شبه المعجزات، لان في تغيرات كبيره جدا جدا هتحصل في الحركات والحاجات دي. مش عايزين نتكلم في القصه دي، بس عامه عندنا تغييرات بشكل قوي جدا، ده هيأثر علينا ايجابيا ايجابيا. فعندك بس خلينا ان احنا نتحمل بعض التقلبات ما بين الضغوط والايجابيه خلال فتره الاسبوع الثاني والاسبوع الثالث صراحه، ولكن هنقدر، انت حط في بالك انك هتقدر. طيب برج الحوت كمان عندك اهتمام بنفسك بشكل حلو قوي، والاهتمام ده هيخلي عندك جاذبيه من حيث العاطفه ومن حيث تعاملاتك مع الاخرين، ان هيبدا الاخرين يقولوا ايه ده، ايه ده، فهيبدا ان هم يتاثروا بشكلك الايجابي، فيبدا تعاملهم معاك يتغير للايجابيه. فاهمين الفرق؟ لان على فكره احنا معلش بس في حاجه صغيره، احنا في اشخاص بتتعامل معانا من حيث المظهر مش من حيث الطباع، ولو بيتعاملوا معاك من حيث الطباع فهيقدروك ويحطوك تاج فوق راسهم، لكن المشكله انك مش معنى كده انك مهمل، لا بالعكس، برج الحوت من المحبين جدا جدا للستايل ولكن في بعض الاحيان في الظروف اللي احنا كنا فيها كنا بنتجاهل ده، لكن بقى عندك حتة الاهتمام بنفسنا من فترة، وهنبدأ نهتم بيها اكتر فاكتر، فبالتالي ده هيخلي الاخرين اللي هو يبصوا لك بنظرة هيعلى كده، هيعلى علينا منصب وشكل ومظهر فعندك ده. على فكرة هو في حاجات كتير، وتلاقوني ان انا بجري، يعني بتكلم في حاجة وخلاص ونقطة وخلاص. المهم في حاجة بقى مهمة جدا جدا، عندنا الحاجة لها علاقة بالعقارات، لها علاقة بالاستثمار، لها علاقة ب عندك حاجات لها علاقة بالحاجات، هيكون فيها نجاح مادي، هيكون فيها تيسر، هيكون فيها اخبار حلوة، هيكون فيها الدنيا بتمشي. فأي حد عايز اصلا يشتغل في حاجة لها علاقة بالعقارات بالاستثمار بيبي، هيكون عندك فرصة حلوة، حاول انك تستغلها اصلا الاسبوع ده، حاول تستغل وتبتعد عن السلبيات او الضغوط، حاول تعمل ده. في نفس الوقت يا برج الحوت عندك
حاجة حلوة هي ليها علاقة بالأصدقاء، في خير جاي لك، في سفر، في خير مادي، في خير ليه علاقة بالعمل، في خير إنك ممكن تلاقي حب جديد من ناحية الصداقة، إن أنت تحضر اجتماع معين أو مؤتمر، أو فعندك برضو في خير هيجي من المواضيع اللي زي كده. على فكرة إحنا قلنا إن أنت عندك مشاوير كتير، بس في نقطة هحذر منها برضو، اعذروني إن أنا ما قلتهاش في الوضع الصحي، بس هي عامة خلي بالك كتير من السواقة، الخطر، التسرع، السرعة، طرق السفر الطويلة، لازم يكون في انك تقعد استراحات، مش اللي هو لا انا عايز انجز وقت فالحق شوية، لا خلي بالك جدا يعني، لا وكمان تملى عربيتك بنزين الله يبارك لك وانت في الطريق سفر، لانك ممكن يعني مش اللي هو عايز اجري عشان الحق بنزينة، فخلي بالك من الحاجات دي. اكتر برج الحوت عندهم الموضوع يكسلوا ويجوا في الاخر يقول لك خلاص اللي هيخلص احنا عايزين نجري نلحق عشان نروح نلحق بنزينة، لازم نخلي بالنا جدا يا برج الحوت من على صحتنا وعلى الطرق السير بشكل عام صراحة، حاجات كتير. برج الحوت يمكن الأسبوع التاني فيه تحذيرات أكتر، لكن هو فيه إيجابيات وفيه تميز وفيه حاجات إيجابية، بس علينا إحنا اللي نخلي بالنا من ده، أنت اللي بإيدك تجيب الإيجابية في خلال الأسبوع ده، أما الإيجابية هتكون باينة قدامك خلال الأسبوع الأخير. أنا برضو بحاول إن أنا أطمنكم في النقطة دي، مش عايز أطول عليكم أبدا، أنا بحبكم كتير، بتمنى لكم أسبوع متميز رائع، بتمنى لكم إن إحنا نكون أذكياء ونعرف نستغل الفرص، نبتعد عن السلبيات بقى والضغوط والناس المستفزة وكل الكلام ده. أشكركم جدا جدا، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.